الفرج والتأييد في فجر يوم الجمعة بفضل الله عز وجل. يا أرحم الراحمين، يا الله، يا رجاء السائلين، يا الله، يا سامع كل نجوى، يا الله، يا كاشف كل بلوى، يا الله، يا فارج الهم، يا الله، يا كاشف الغم، يا الله، برحمتك الواسعة لنفسك أقسم بك عليك يا الله، يا الله، في فجر يوم الجمعة المبارك، يا الله، في فجر التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تبلغني. يا الله، اللهم بلغ نبيك صلى الله عليه وسلم صلاتنا عليه، وسلامنا عليه، واجعل صلاتنا وسلامنا عليه تفريجا لهمنا يا الله، وإقالة لعثراتنا، وإذهابا لحزن قلوبنا. أقسم بك عليك يا الله، لأهلنا وأحبابنا المرابطين في غزة وفي رفح وفي بيت المقدس وفي الضفة الغربية، انصرهم بنصرك يا الله، أيدهم بتأييدك يا الله، ولكل المكروبين ولكل المرضى ومن اشتد البلاء عليهم ومن ضاقت الحياة عليهم ولكل من وقف حالهم واسود ليلهم وطال تعبهم ومرضهم وشقاؤهم ولم يجدوا بابا إلا بابك ولا جنابا إلا جنابك، وهم في ظلمات الليل يناجونك أن تغير حالهم من حال إلى حال، من حال إلى حال، من حال إلى حال، فأقسم بك عليك وأنت العليم بهم وأنت السامع نجواهم وأنت الكاشف بلواهم وأنت أرحم بهم من أنفسهم أن تجعلها ساعة فرج ولحظات الندى، ساعة فرج ولحظات الندى لكل هؤلاء ولغيرهم ولكل مشاهدين الكرام ولكل من يؤمنون على دعائي ولكل أصحاب الحاجات، اعطهم سؤلهم يا الله، يا الله، يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.